السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب. النهاردة هنعمل محفظة، وممكن تنفع شنطة أو مقلبة أو جراب موبايل أو جراب تاب، طبعا اللي يريحك. احنا هنديكم النهاردة فكرة وإن شاء الله تعجبكم. احنا استخدمنا مع خيط المكرمية استخدمنا سوستة وإبرة رقم 5. احنا استخدمنا حوالي شلة ونص من خيط المكرمية زي ما احنا شايفين. غرزة جميلة جدا وسهلة وهتعجبكم. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وما تنسيش لايك ونتابع الخطوات والأدوات. الأدوات اللي احنا هنستخدمها، نستخدم إبرة رقم 5، وهنستخدم خيط المكرمية زي ما احنا شايفين. هي فتلته مش ناشفة، لينة معانا اهي بالشكل ده. وبنستخدم الولاعة علشان نقفل الخيوط بتاعتنا. احنا هنبتدي السلاسل بتاعتنا. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، 18، 19، 20. انا كده عملت 20 سلسلة. هنبتدي في الغرزة اللي جاية. اول غرزة بتقابلني هياخد فيها منزلقة، بدخل بالإبرة وبسحب الخيط وباخده من الحلقتين مع بعض بالشكل ده. الغرزة اللي بعد كده بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها وباخد غرزة نص عمود. بقى عندي كده ثلاث حلقات على الإبرة باخدهم في حلقة واحدة. الحلقة الثالثة باخدها منزلقة، باخد الحلقتين مع بعض. الحلقة الرابعة باخد نص عمود، الثلاث حلقات على الإبرة باخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. وأكرر غرزة منزلقة، بسحب الخيط وبدخل من الحلقتين، وغرزة نص عمود بيبقى عندي ثلاث حلقات على الإبرة باخدهم في حلقة واحدة. بكرر بدخل في الحلقة وبسحب الخيط وباخد منزلقة، بعد كده بلف الخيط وبدخل في الحلقة اللي بعدها واسحب الخيط، يبقى معايا ثلاث حلقات اخدهم في حلقة واحدة. يبقى كده غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. بدخل في الحلقة وبسحب الخيط من الحلقتين، الحلقة اللي بعدها بلف الخيط وبدخل في الحلقة اللي بعدها، وبيبقى معايا ثلاث حلقات على الإبرة باخدهم في حلقة واحدة. كمان مرة الحلقة اللي بعد كده منزلقة، باخد الحلقة واخرجها من الحلقتين، بعد كده الغرز اللي بعد كده نص عمود،
بيبقى الثلاث حلقات على الإبرة، باخدهم في حلقة واحدة، بدخل في الحلقة اللي بعد كده واسحب الخيط واخرج من الحلقتين، الحلقة اللي بعد كده نص عمود، يبقى ثلاث حلقات على الإبرة باخدهم في حلقة واحدة، وهكذا لآخر السطر، منزلقة نص عمود. منزلقة نص عمود وآخر غرزة منزلقة. بالشكل ده بعد كده برتفع سلسلة واحدة ولف الشغل، بيبقى معايا بالشكل ده. انا كده ارتفعت السلسلة، عندنا هنا حلقة امامية وحلقة خلفية، في حلقتين في كل غرزة، دي نتيجة للغرز اللي احنا عملناها، في حلقة امامية وحلقة خلفية، حلقة امامية وحلقة خلفية. الشغل في الدور ده هيبقى في الحلقة الخلفية، انزل من تحت الحلقة الخلفية واسحب الخيط واخد غرزة حشو، ادخل تحت الحلقة الخلفية واسحب الخيط واخد غرزة حشو، اكرر، بنزل من تحت الحلقة الخلفية واسحب الخيط واخد حشو، وهكذا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، باخد غرزة حشو في الحلقة الخلفية، باخد غرزة حشو في الحلقة الخلفية. زي ما احنا شايفين كده بشتغل في الحلقة الخلفية. اجي هنا عند اخر غرزتين، هنا في اخر غرزة الحلقة الخلفية بتبقى ميالة لورا شوية، فمنساش اخدها بالشكل ده، باخد غرزة حشو وارتفع سلسلة واحدة والف الشغل. طبعا هنا شايفين الغرزة اتكونت معانا من اول دور بعد غرزة الحشو، شكلها جميل جدا. انا كده ارتفعت السلسلة، هاجي اكرر الدور الاولاني اللي احنا عملناه، هنزل تحت الحلقتين، تحت الحلقتين واخد الخيط وادخل منزلق. الغرزة اللي بعد كده نص عمود، بنزل تحت الحلقتين واخد نص عمود، بعد كده انزل تحت الحلقتين واخد منزلقة. الغرزة اللي بعد كده نص عمود، اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها نص عمود، يبقى غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، منزلقة نص عمود.
منزلقة نص عمود، منزلقة نص عمود، آخر غرزة عندنا هنزل تحت الحلقتين. طبعا احنا قلنا ان الحلقة الخلفية بتبقى متنية لورا، باخدها على الابرة بالشكل ده واخد منزلقة، اخر غرزة عندنا منزلقة، وارتفع بسلسلة. احنا قلنا الدور بيبتدي بمنزلقة وبينتهي بمنزلقة، انا ارتفعت كده سلسلة، هلف الشغل بالشكل ده وهكرر الدور التاني اللي هو غرزة الحشو، وقلنا ان احنا بنشتغل في الحلقة الخلفية من كل غرزة، بنشتغل في الحلقة الخلفية. انا كده ارتفعت سلسلة وهاخد غرزة حشو بالشكل ده في الحلقة الخلفية، باخد غرزة حشو، ومنساش ان انا خدت 20 سلسلة في البداية. انتي بتعملي عدد زوجي من السلاسل والشغل بيبقى بدايته غرزة منزلقة واخره غرزة منزلقة. انا دلوقتي باخد غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وآخر غرزة عندي ادي الحلقتين هاخد الحلقة الخلفية، وبتبقى عندي بالشكل ده. كل ما ارتفع بالأدوار هتظهر معايا الغرزة، ارتفع سلسلة عشان ابتدي الدور اللي بعده، وبلف الشغل وعندي الحلقتين باخدهم مع بعض في غرزة المنزلقة. دلوقتي هدخل واخد غرزة منزلقة اللي بعدها غرزة نص عمود، اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها نص عمود، اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها نص عمود، اللي بعدها منزلقة، نص عمود، منزلقة، نص عمود، منزلقة، نص عمود، احنا كده الأدوار الفردية بتتكرر والأدوار الزوجية بتتكرر. يبقى احنا عندنا دورين اتنين بس بنكررهم طول السطور بتاعتنا لغاية ما نوصل للمقاس المناسب. دلوقتي انا وصلت لآخر غرزة، باخد الحلقتين مع بعض واخد منزلقة وارتفع سلسلة واحدة والف الشغل زي ما احنا شايفين. وقلنا في غرزة الحشو الدور ده زوجي اللي هو الدور السادس،
هننزل تحت الحلقة الخلفية وناخد غرزة حشو تحت الحلقة الخلفية، وبسحب الخيط واخد حشو. بالشكل ده، وافضل اكرر لغاية ما اوصل للطول المناسب علشان اقدر اعمل المحفظة او البوك بتاعي، او لو انت عايزة تعمليها شنطة طبعا ده بيرجع لك. انا كده خلصت الادوار زي ما احنا شايفين. هنقيس الطول اللي احنا عملناه، احنا عملنا 25 سنتي، 25 سنتي، والعرض 19 سنتي. العرض 19 سنتي. دلوقتي هنقفل الدور بتاعنا. ده كده وش المحفظة، هنقلبها على ظهر على وشها كده. ده الظهر، وهنيجي هنا في أول غرزة ونسحب الخيط بالشكل ده، وهندخل من الغرزة اللي بعدها، وهندخل في اللي قصادها، وهنسحب الخيط وهناخد غرزة حشو بالشكل ده في كل غرزة، واللي قصادها هناخد غرزة حشو. طبعا ده هنقفل بالطريقة دي بإبرة الكروشيه، والناحية التانية هنقفل بطريقة مختلفة، علشان لو انت عايزة تقفلي بالطريقة دي او بالطريقة دي طبعا ده بيرجع لك. وناخد الغرزة اللي بعدها وندخل في الغرزة اللي قصادها ونسحب الخيط وناخد حشو، ندخل في الغرزة اللي بعدها والغرزة اللي قصادها وناخد حشو، وهكذا لغاية آخر الناحية اللي احنا بنشتغل فيها لآخرها، وارجع لكم. وبكده خلصنا السطر بغرز الحشو زي ما احنا شايفين. هنيجي هنا ونقفل الدور، هنسحب منزلقة بالشكل ده، وهنقص الخيط بالطريقة دي، بنقفل شغل المكرمية زي ما احنا شايفين. الناحية المقابلة هنقفلها بطريقة مختلفة، هنجيب إبرة التنظيف بس الفتحة واسعة شوية، وبندخل فيها الخيط وبنخيط غرزة قصاد غرزة بالشكل ده بالطريقة دي كده. طبعا حابة الطريقة دي او الطريقة اللي فاتت طبعا ده بيرجع لك، غرزة قصاد غرزة. بالشكل ده غرزة قصاد غرزة، وبنكمل لآخر السطر. أنا كده خلصت المحفظة زي ما احنا شايفين.
احنا قفلناها من الناحية دي بغرزة الحشو، ومن الناحية دي قفلناها بالخياطة العادية بإبرة التنظيف. دلوقتي هنقلب الشغل ده كده جوه البوك أو المحفظة، بنقلب الشغل بالشكل ده علشان نركب السوستة. تبقى معانا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنجيب السوستة، طبعا دي المتاحة عندي، انت طبعا ممكن تجيبيها بنفس درجة الخيط. بنيجي هنا عايزة تثبتيها بالدبابيس قبل ما تشتغلي، قبل ما تخيطيها، طبعا ده بيرجعلك. ممكن برضو نخيطها وهي بالشكل ده، هنجيب الإبرة والخيط. أنا عندي هنا خيط المكرمية، هسحب خيط منها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. دي إبرة خياطة بتاعة التنظيف للكروشيه، هشتغل بالشكل ده. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، وهدخل بالإبرة واخيط بالشكل ده. طبعا كده كده الخيط اللي انا بخيط بيه من نفس الدرجة، فمش هيبان فيه الخياطة. بثبت السوستة وانا بشتغل، بتبقى بالشكل ده. بتبقى بالشكل ده بالظبط كده، وهفضل اشتغل داير ما يدور لغاية نهاية السطر. وبكده اكون خلصت السوستة زي ما احنا شايفين، وده بيبقى شكلها من جوه بالشكل ده. دي المحفظة كده خلصت معانا زي ما احنا شايفين. احنا ممكن نعمل شكل جمالي اللي هي الشرشوبة، بنركبها في السوستة، في القفل بتاع السوستة زي المحفظة دي بالظبط كده، بتديها شكل جميل. وممكن تسيبيها سادة زي ما احنا شايفين كده. وأتمنى يكون الفيديو عجبكو، واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك. واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.